يسعد صباحك فؤاد، ما ندري انت سعيد كيف اجواءك انت؟ يعني بس كنت جاي اقول لكم عن جد قد ايه صوتها رائع وقديش عم بيحاولوا هن يمكن يبثوا طاقه ايجابيه وحماس، وهذا اللي رح احاول انا كمان اعمله اليوم كمان خلال الهواء. دايما صراحه اخبارك والطاقه اللي عندك فؤاد يعني قبل الازمه والحين زادت، انه طاقتك حلوه. تفضل اعطينا اخبارك. بدايتنا اليوم مشاهدينا مع حفل موسيقي خيري بتنظيم من جمعيه اي هارت الخيريه بالولايات المتحدة، واللي بث على قناة فوكس، واستضافوا النجم العالمي إلتون جون بهدف جمع أموال لجمعيات خيرية عديدة تعنى بإغاثة المرضى والمتضررين بسبب فيروس كورونا. إلتون استضاف الحفل الغنائي من منزله بلوس أنجلوس، وانضم له خلال البث المباشر نجوم عالميين عدة وأدوا أغاني على مدى ساعة من الوقت. ومن نجوم المشاركين كان في مارايا كاري، أليشا كيز، باك ستريت بويز، بيلي آيليش، كاميلا كابيو، وأيضا سام سميث. How do you sing when you lie to me? Only feeling all that pressure. هذا الأسبوع مشاهدينا تضمن مشاركات عديدة لنجوم هوليوود بإطار التوعية عن مرض كورونا ونشر طاقة إيجابية مثل ما ذكرنا، وأيضا جمع المال للمتضررين. ومنهم شفنا راين رينولدز وزوجته بلايك لايفلي يلي تبرعوا كمان بمبلغ قيمته 500,000 دولار، ومايلي كمان مايلي سايرس بعدها مستمرة ببرنامجها اليومي على إنستغرام لايف ويذ مايلي، وأيضا ديمي لوفاتور يلي قررت تجمع ريع مبيعات الكوليكشن تبعها على إنستغرام اللي أطلقتها للأطباء والمستشفيات بولايتها. وبإطار حديثنا عن كورونا أيضا اليوم يلي فيه أكد الكونيه أنه الأمير تشارلز بصحة مستقرة، وهو أصبح خارج المستشفى بالوقت الحالي وعم يتابع عمله من المنزل بسكوتلندا. إضافة لهالشي كمان اللي عرفته أنه زوجته كاميلا أيضا خضعت لفحص هذا الأسبوع، ولكن تبين أنها مش حاملة الفيروس. هذا كان آخر أبديت صباح اليوم، بس طبعاً الأعين كلها أيضاً اتجهت من بعد ما عرفنا عن إصابة الأمير تشارلز إلى والدته الملكة إليزابيث، يلي الكل أكيد بدأوا يتساءلوا عن حالته الصحية. يلي فيه خبركن إياه لحد الساعة أنه الملكة إليزابيث غير مصابة بكورونا، وهي ما زالت موجودة بقصر باكنغهام. إنما اللي عرفته أنه خادم الملكة يلي بيلتقى فيها بشكل دوري أعلن عن إصابة، وهو اليوم بالحجر الصحي. وقصر باكنغهام يوم الأحد أكدوا أنه رغم إصابة الخادم الشخصي للملكة إلى أنه الملكة بصحة جيدة، والقصر عم يتخذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها. ومن قصر باكنغهام إلى مدينة نيويورك اللي طبعا عم بتعاني بالكتير بالوقت الحالي، رح نحاول نشوف شو اللي صار بالضبط هالأسبوع مع والد ليدي غاغا اللي بيملك مطعم وسط مدينة نيويورك، اللي تبين لحد هلأ أنه تعرض لانتقادات وهجوم بعد ما أطلق حملة عم بيطالب فيها الناس بالتبرع لدفع مستحقات موظفي مطعمه اللي بيملكه، واللي اضطر أنه يصرفهم من عملهم بسبب تداعيات كورونا. وحسب ما تبين أنه والد غاغا قال: عم حاول جهدي قدر المستطاع، بس اضطرينا نسكر مطعم جوان لشهر كامل، موظفينا بحاجة لمساعدة مادية. وحسب المعلومات اللي نشرت على السوشيال ميديا، والد غاغا جو كان عم يطلب مبلغ قيمته 50,000 دولار ليقدر يغطي مستحقات موظفينه لمدة أسبوعين لقدام. ومن أمثلة الهجوم اللي تعرض له كمان أحد المغردين اللي قال عم تطلب تبرع ودعم مالي من ناس من المؤكد أنهم ماديا وضعهم أسوأ منك، وأيضا ليش ما بيطلب من بنته الغنية جدا أنه تساعده بدفع المستحقات. أكيد بعض المغردين على تويتر وضمن الهجوم اللي تعرض له والد غاغا مشاهدين عبروا عن رأيهم وقالوا أنه غاغا أبدا مش مسؤولة عن تصرفات والدها، وأنا شخصيا بوافقهم الرأي. واللي شوي غريب بالموضوع أنه والد غاغا طلع وصرح وقال أنه هو مش مسؤول عن الصفحة الرسمية على السوشيال ميديا للمطعم واللي أطلقت هيدي الحملة، وأنه ما كان على علم بالموضوع بتاتا، مع أنه بشك أنه موضوع بهالضخامة يمر على صاحب المطعم من دون معرفته. وختامنا اليوم مع النجمة العالمية يلي لقبت هذا الأسبوع بملكة الكوارنتين أو ملكة الحجر الصحي، لأنها مش بس أطلقت ألبومها الجديد من 3 أيام رغم توقف الحركة الفنية بهوليوود، إنما أيضا فيديو كليب لأغنية جديدة يلي وصلت لقائمة أفضل 10 أغاني حول العالم بظرف 2 يوم فقط. إليكم دوا ليبا و بريك ماي هارت. 'Cause now they're in a brand new vibe.
قبل ما اختم اليوم مشاهدينا بدي وجه رساله لكل اللي عم يحضرونا ويمكن لبعض الناس يلي بيتساءلوا اوقات ليش دائما المحتوى اللي بقدمه على الهواء او عندي على السوشيال ميديا كله طاقه حلوه واخبار ترفيهيه وابيت مني ومن عالم نجوم هوليوود، لانه بكل بساطه اقل واجب لإلي كصحافه ترفيهي اني اصنع واقدم محتوى بخليكم تغيروا جو بظرف كل اللي عم بيصير، مثل ما واجبنا نحن كاعلام ننشر الوعي والخبر الصح، واجبنا كمان انه نزرع البسمه بكل مكان، واذا بتوافقوني بهذا الشيء اكيد فؤاد. يعني والاشياء اللي فعلا نشوفها على السوشيال ميديا عندك كلها امل وكلها ودائما مبسوط فؤاد، يعني بعض الاحيان شوي تحلطم تجي للحاله بس عادي طبيعي نهايه الحلطمه ترى يضحك ويسولف يعني شكرا لك يا فؤاد. كنا معك في جوله مميزه.